تنوعت انتهاكات ميليشيا الحوثي والمخلوع بحق أبناء محافظة الضالع بعد عام من اجتياح المحافظة في أواخر مارس 2015، وبحسب مؤسسة وثاق التوجه المدني فقد تمثلت الانتهاكات في 391 حالة قتل، بينها 15 امرأة وتسعة أطفال في مدينة الضالع وضواحيها والسناح ومديرية قعطبة ودمت وجبن والحشا. جرح 1372 بينهم 74 امرأة و43 طفلا إما بفعل القنص أو القصف، وذلك خلال الفترة 24 من مارس 2015 وحتى 24 من مارس 2016. 145 حالة اختطاف توزعت بين مديريات الضالع والحصين وقعطبة ودمت. الإضرار الكلي أو الجزئي بأكثر من 18 منشأة حكومية و82 مرفقا صحيا و6 منشآت خاصة، وذلك بعد نهبها. احتلال أكثر من 13 مبنى حكوميا. هدم وتدمير داري الحيد والحسن أبرز منشأتين تراثيتين في المحافظة، واتخاذهما ثكنة عسكرية تمركزت فيها الميليشيا لعدة أشهر. إحراق 14 محلا تجاريا، منها 7 بمدينة الضالع و4 في قعطبة و3 في دمت. الاعتداء على 21 مسجدا إما بالقصف أو التدمير أو الاقتحام. تعرض أكثر من 760 منزلا في مناحي المحافظة لدمار كلي أو جزئي. تعرض 95 منزلا للاقتحام والنهب، منها 45 في مديرية دمت لوحدها. تضرر ونهب وتدمير 46 مركبة خاصة بالمواطنين. تعطل 16 مضخة مائية. تضرر 350 خزان مياه عام. تضرر 1930 خزانا بلاستيكيا لمواطنين.